موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلن مجلس شورى قبائل ولاية نهر النيل التصعيد في مواجهة قرارات لجنة التمكين بالفصد والمصادرة واعتقال بعض قياداتها بالولاية. وقال المجلس المشترك إنه شكل لجنة عليا لإدارة الأزمة ومنحها تفويضا كاملا يشمل اتخاذ قرار بإغلاق الطريق القومي وطرد شركات التنقيب عن الذهاب من الولاية، كاشفا عن اعتقال لجنة التمكين بالولاية لعدد من الشخصيات. قالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك التقى اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية، وأنه سيتوسط بين اللجنة الفنية والمجلس المركزي لرأب الصدع بينهما. وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن اجتماعا لقوى نداء السودان سينعقد بدار الأمة لبحث سحب ممثلي نداء السودان من المجلس المركزي لقحط. تبرأت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف أمس الجمعة من مجموعة تطلق على نفسها اسم مزارعو الفشقة والشريط الحدودي، والتي أبدت موافقتها على استثمار منطقة الفشقة الحدودية بواسطة دولة الإمارات. وأوضحت اللجنة أن هذه المجموعة وهمية، وحذرت من مثل تلك الأعمال التي ستكون لها عواقب لا يحمد عقباها، وشددت اللجنة على أنها ضد أي تواجد أجنبي في أرض الفشقة. أصدر تجمع الصيادلة المهنيين بياناً أعلن فيه عن زيادات جديدة في أسعار الدواء أطلقتها الحكومة ضمن سياستها في تحرير الأسعار، وأكد البيان زيادة أسعار الدواء بنسبة 1000%. وقال البيان أن الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية تأكيداً لعدم صحة تصريحات الحكومة ورئيسها الذي ظل يطلقها منذ أكثر من عام حول دعم الدواء. نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.